من محافظة دمياط سنتحول مباشرة إلى برج العرب في الأسكندرية، إذ نظمت مؤسسته حياة كريمة في المحافظة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني قافلة طبية كالمعتاد كانت مجانية في منطقة برج العرب القديم. قدمت الخدمة الطبية ل 310 أفراد من أهالي المنطقة عبر كشف وعلاج مجاني وتقديم كذلك للأدوية اللازمة لمستحقيها بالمجان. نتابع جانبا من مسارات هذه القافلة في هذا التقرير. النهارده جايبين بقافلة طبية لأهالينا في برج العرب. القافلة بتضم كافة التخصصات وكمان بنقدم الأدوية اللازمة لبعض الحالات العاجلة. النهاردة طبعا مؤسسة حياة كريمة موجودة بفريق العمل الخاص بمحافظة الأسكندرية مع مؤسسة حارتنا. زي ما احنا عارفين طبعا ان زي ما مبادرة حياة كريمة مهتمة بالبنية التحتية ورفع كفاءة القرى بصفة عامة، مهتمين طبعا بالجانب الإنساني. الجانب الإنساني بتضمن طبعا كافة الأمور المتعلقة بالإنسان، طبعا أهمها بالنسبة لنا الصحة. وطبعا نيابة عن الأهالي برج العرب بحب نشكر كافة مؤسسات المجتمع المدني اللي بتساهم معانا في رفع العبء عن أهالينا في برج العرب. نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأننا نعمل تحت مظلة حياة كريمة. حياة كريمة بتغطي القرى اللي موجودة في اسكندرية. نحن الآن في برج العرب القديم في مدرسة رابعة العدوية الثانوية. بننظم قافلة طبية تحت لواء المبادرة، إيمانا منا بهذه المبادرة وبنتائجها اللي ممكن تأثر على المجتمع المصري بالكامل وتغير من شكل المجتمع المصري، وأحد مسارات التنمية المطلوبة الحتمية للمجتمع المصري في السنوات المقبلة. القافلة الطبية تتم بكل سلاسة والمجتمع متجاوب جدا وفي حالة من القبول والراحة. نشكر سيادة الرئيس على المبادرة حياة كريمة وعلى المجهود اللي بيعمله السادة الدكاترة في خدمة مواطنين برج العرب القديم، ونتمنى ان القافلة دي تعود تاني من جديد عشان هنا المواطنين طبعا محتاجين للرعاية الطبية على طول. ونشكر برضك تاني سيادة الرئيس على مبادرة حياة كريمة، ونشكر السادة الدكاترة. بنشكر الرئيس على المبادرة الجميلة اللي هي حياة كريمة قافلة طبية، وفعلا قمنا بالكشف على أمراض بطنة وخدنا الأدوية مجانا. أرجو يتكرر هذا الموقف مرة واثنين وثلاثة.